طيب ازيك، هنتكلم النهارده عن كلب الاكيتا. كلب الاكيتا ده نشا في جزيره هونشو في مقاطعه اكيتا اليابانيه، ويقال ان في القرن ال17 الامبراطور الياباني نفى واحد من النبلاء اللي كانوا حواليه والحشد بتاعته في الجزيره دي، والراجل ده هو اللي امر تطوير السلاله دي، وكان بيستخدم في الصيد واعمال كتير جدا، وكان اظهر كفاءه كويسه. وكانت من الحاجات الجديره بالذكر وقتها ان كلب الاكيتا ده ما كانش يسمح باقتناؤه الا لافراد العيله المالكه، وكمان بعد الحرب العالميه الثانيه الكلب ده كان معرض للانقراض. الكلب الاكيتا بيكون شجاع ووفي جدا، وبيحتل المرتبه رقم 46 من اصل 193 فصيله من حيث الانتشار على مستوى العالم، ده حسب كلام الامريكان كينل كلوب الاي كي سي. بالنسبة لوزن الحيوان بيتراوح من 41 كيلو ل 50 كيلو في الميل، أما في الفيميل من 25 ل 41 كيلو. أما بالنسبة لمتوسط طول الحيوان لما تيجي تقيس من عند الشولدر للكتف بيكون من 64 ل 71 سنتي في الميل، أما في الفيميل بيقل 2-3 سنتي. وبيكون متوسط فترة العمر بتاع الحيوان من 10 ل 13 سنة. الشعر بتاع الكلب بيكون كثيف وبيحتاج نسرح له مرتين في الأسبوع مثلا ولا حاجة، وبيغير شعره تقريبا مرتين في السنة، وخلال الفترة دي لازم نسرح له كويس جدا عشان الشعر ما يتراكمش على جسمه. بالنسبة لضوافره محتاجة تتقص مرة كل شهر، والأسنان برضو محتاجين ننضفها له باستمرار. الكلب ما بيحبش الأغراب، وممكن يكون عنيف شوية مع الحيوانات اللي ما بتنتميش للعيلة اللي هو متربي فيها، عشان كده لو احنا بالكلب بره مثلا لازم ناخد بالنا ما نسيبش الحيوان من غير ليش خالص، عشان ممكن يكون عنيف مع الاغراب ويكون عنيف مع الحيوانات التانية. الكلب مستوى الطاقه بتاعته مش عالي، عشان كده بيحتاج تمرين يومي بسيط، يعني لو هتمشيه مثلا مسافه شارع ولا حاجه كل يوم بتكون كفايه جدا بالنسبه له، عامل الواجب معاه تمام جدا. بالنسبه للتدريب بتاعه لازم يتدرب من صغره عشان نعوده على اشخاص غريبه كتير، عشان زي ما قلنا قبل كده ان هو بيكون عنيف مع الاغراب. اما بقى بالنسبه للمشاكل الصحيه اللي بتقابل الفصيله دي كغيرها من الكلاب، بتكون معرضه لمشاكل لها علاقه بالجهاز الحركي زي الهيب ديسبليجيا، ومع التقدم في العمر بنحتاج نفحص العين عشان الرؤيه ومشاكل متعلقه بالغده الدرقيه، عشان كده باستمرار لازم نلاحظ الحيوان ونكشف عليه من وقت للتاني عشان نطمن عليه. مش لازم الحيوان يكون تعبان عشان يوديه للدكتور، لا بناخد الحيوان للدكتور عشان نطمن على صحته. دي كانت شوية معلومات عن كلب الأكيتا الياباني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. لو عندكم أي أسئلة ابعتوها لنا على البيت أو اكتبوها لنا في الكومنتس.